وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس يعلن استقالته غداة رفض اليونانيين بغالبية كبيرة خطة الدائنين في الاستفتاء الذي نظم الأحد. وقد يعوض فاروفاكيس بإقليدس ساكالوتوس المنسق الحالي للمفاوضات مع دائني اليونان. فاروفاكيس أكد على مدونته الإلكترونية أنه وبعيد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء يفضلون غياب عن الاجتماعات، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء أليكسيس سيبراس أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم. قادة مختلف الأحزاب السياسية اليونانية باستثناء الفجر الذهبي اليميني المتطرف اجتمعوا صباح هذا الاثنين مع الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس، اجتماع سيتمخض عنه اسم الشخص الجديد الذي سيخلف يانيس فاروفاكيس في وزارة المالية.